نعم لحديث العرانيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب بول الإبل، ولنعلم أن شرب أبوال الإبل ليس جائزا على إطلاق، وإنما العلماء يقولون إنما يجوز عند الحاجة إليه ولم يعبروا بالضرورة، لأن المذهب يرون أن التداوي حاجة وليس الضرورة، ولذلك عبروا بالحاجة. وأما شربه من غير حاجة التداوي فلا يجوز، محرم لأجل الاستقذار، فتساهل بعض الناس في شربها غير جائز عند فقهائنا.